بمناسبة اليوم الوطني للشهيد المصادف لثامن عشر فيفري من كل سنة، نظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام أنشطة خاصة بهذه المناسبة عبر مختلف قاعاته. وفي هذا السياق شهد المركب الثقافي سليم عبد الوهاب بشينوا ولاية تيبازا نشاطات متنوعة تخليدا للذكرى، إذ افتتح النشاط بمعرض للكتب والجرائد التي تروي لنا بطولات الشعب الجزائري ومعاناته، إبان الثورة التحريرية، ومعرضا للطوابع البريدية التي خلدت رموز الثورة الجزائرية، وكما غاص الجمهور في عمق التاريخ بعرض لصور الشهداء وهم في قلب الثورة. شرف لنا باش اليوم هذا نخلدوه عرفانا لشهدائنا الأبرار، فرصة لتواصل بين الجيل البارحة باش يعرفها لجيلنا الجيل الجديد. كما عرف المعرض عرض لوحات فنية من صنع أنامل الفنان التشكيلي كمال تبرقوقت التي امتزجت بين موضوع تمجيد الثورة المجيدة ومساندة القضية الفلسطينية. الفنان هو صوت المجتمع وصوت المثقف ومنبر المثقف، يعني كل شيء يرسمه الفنان أو يغنيه الفنان أو يستشعره الفنان سيبقى كذاكرة أجيال. هامش فلسطين أنا خصصته لفلسطين على لأمرين، الأمر الأول لأنني فلسطيني كانتماء ليس كجنسية، الجزائريين كلهم فلسطينيين كانتماء، والأمر الثاني كشكر وتقدير للفنان يزن غريب اللي خذيت من عنده تقنية الرسم بالقهوة على الورق. واستكمل النشاط بندوة فكرية قدمها المجاهد عيسى قسمي. ما يكفيش أننا نبني دي ونقول الله يرحم الشهداء وأنا ندور رأسي نبدا نسرق، الله يرحم الشهداء وأنا ندور رأسي نبدا نسرق، نضحيو باش من الجزائر ما نحوش على كل شيء، ما نحوش باش ندي منا ولا منا ولا نطلع ما شاري ونخلي بلادي اللي سقطها يعني وديان تاع الدماء نخليها تضيع. ليختتم النشاط بقصائد تغنت بحب الجزائر وقصائد أخرى تذكرنا بأبطالنا الشهداء. مهما قلنا من مفردات ومن وخذنا حوار وجدال لا نستطيع أن نكفي وأن نعطي حق الشهيد، إنه شعر جميل يخلد ذكر الشهيد وأبطال الثورة التحريرية. على الأقل هذا هو الوفاء، أن أكون أنا والجيل الذي يأتي من بعدي والأجيال التي تأتي بعد ذلك، هذا الوفاء ينبغي أن يكون مغروسا في قلوبهم حتى يتذكروا هذه الأمانة الثقيلة التي مات عليها الشهداء، هي أمانة الأرض. بالأمس فقط ضحى 1.5 مليون شهيد من أجل جزائر حرة ومستقلة، فتذكر يا جيل اليوم أن أجدادك قدموا لك الحرية وتركوا لك الجزائر أمانة في رقبتك، فصن الأمانة وكن خير خلف لخير سلف. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.